تزي والزوم. مربي البنين في مدينة تيكزير، صافي بديت 4 سنين ياكي اللي بديت نربي فيهم، بديت بخمسة بنينات، دركا وصلنا حتى 170. البنينة تولد 8 مرات في العام، وكل مرة شحال تولد؟ تولد لا مويان 8 حتى 12، عندي اللي ولدت 19، بنتي 19 الله يبارك. وكا باش يروح لاباطوا لازم 3 شهور، يكون يوزن بين 2 كيلو وحتى 3. الباج تاع البنين المشكل تاعو الاول الماكله، تلقى يجوا لي مرضي يجوا من الماكله، وين تكون مخصوصه يكون كان عندك البروبليم في الكوري تاعك. وثانيه كاينين دواو ما تلقاهمش في الفيتيرانيا، صافي يكون عندك المشكل تاعهم. وباش البنين تنجحوا لازم بزاف حوايج، لازم الهيجيان، النظافة، لازم ليكاج، وكلش يكون عنده كما يكون لونفيرومون تاعو يكون مخصوص به، يكون نظيف ونقي، وكل يوم تنقيه، كل يوم تجوز باش يكون يحس روحو مليح، باش يعطي لك لا بروديكسيون تاعك تخرجها بيان. اللحم تاع البنين مليح عنده بزاف بروتينات وخالي من كوليسترول، مليح لجسم الانسان، ومقارنه مع اللحوم الاخرى هو اقل كوليسترول فيهم.